إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. خشونة المفاصل. خشونة المفاصل من المشاكل الشائعة في أمراض العظام، وبتتسبب في آلام شديدة في المفاصل خاصة مع الحركة. ربنا عمل في جسمنا حماية طبيعية للعظام داخل المفاصل بوجود طبقة غضروفية بتغلف نهايات العظام في المفصل لحمايته من الاحتكاك عند التقاء العظام مع بعضها داخل هذا المفصل. الخشونة هي إن طبقات الغضاريف دي يحصل فيها تآكل، فده بيخلي العظام بدون حماية ويحصل الاحتكاك اللي بينتج عنه التهاب وآلام مزعجة. أهم أسباب حدوث هذه الخشونة هو الوزن الزائد، أو مع تقدم العمر، أو مع تكرار صعود السلالم ونزولها بكثرة، أو أمراض العظام المزمنة زي الروماتيزم أو هشاشة العظام. أعراض الخشونة بتكون في صورة ألم أو تورم في المفصل، خاصة بعد الاستيقاظ من النوم، بيقل تدريجيا خلال النهار. بيتم علاج خشونة المفاصل باستعمال بعض الأدوية اللي بتحسن وظيفة المفصل مع بعض المسكنات، وفي بعض الأحيان بيكون الحل الأمثل هو إجراء جراحة لتغيير المفصل. فاصل وهنسمع معلومة تانية. الناس المعرضين لتكرار نزلات البرد والزكام ممكن يدمنوا استخدام نقط الأنف المزيلة للإحتقان، لأنها بتدي شعور سريع بالراحة. هنا لازم ننتبه، وننتبه جيدا، وناخد بالنا إن نقط الأنف المزيلة للإحتقان لا تصلح لكل الناس، لأنها أولا ممكن تتسبب في ارتفاع ضغط الدم. علشان كده مرضى ضغط الدم المرتفع محظور عليهم الإفراط في استخدام نقط الأنف. تاني حاجة مهمة جدا هي إن حتى الناس اللي ما عندهاش ضغط عالي لازم تتجنب استخدام نقط الأنف دي لفترات طويلة، وتتجنب إنها تتعود عليها، لأنها ممكن تخلي المريض يتعود عليها ما يعرفش يستغنى عنها بعد كده. وكمان مع الاستخدام المتكرر لهذه النقاط ممكن يتسبب في تلف في الأنسجة الداخلية للأنف، للدرجة اللي ممكن تؤدي إلى فقدان حاسة الشم. علشان كده النصيحة الهامة اللي عايزين نوصلها النهاردة هي إن استخدام نقط الأنف يجب ألا يتعدى 3 أيام، ويكون تحت إشراف طبيب متخصص. دمتم في صحة وأمان. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.